مع حسام الدين مريزيق، يحل اللعب على الأطراف مع العوافي. سيد أحمد قندوسي يرجع الكرة نحو الدفاع. لماذا لعب الكرة هكذا؟ يلا زكريا دراوي قدم كرة في العمق، محي أسرع. هذا هدف ثاني. جول ثاني للمنتخب الجزائري. أيمن محيوس يسجل من جديد، يضرب من جديد، يقتنص جول جديد. ثنائية جزائرية نظيفة في الشباك النيجيرية. 2-0 للجزائر، والفرحة تدوي في مدرجات ملعب ميلود هدفي بوهران. 2-0. محيوس وأسيست ممتاز من زكريا دراوي، أسيست في الشباب من لاعب الشباب، وأيمن محيوس يحطها في الزاوية 90. 2-0 للمنتخب الجزائري أمام المنتخب النيجيري. ثنائية نظيفة في 25 دقيقة. هذا ما كنا نصبو إليه، وهذا ما كنا نسعى إليه. أيمن محيوس 4 أهداف في الشان، هداف المنتخب في الشان، وهداف المنتخب المحلي ب8 أهداف.